لأنك الأم والأخت، الصديقة، الحبيبة والزوجة، لأنك القوة وما في شي بيهزك، لأنك ضلع قادر، قادرة تحول الدمعة لفرحة. الشكل مو مهم، صحتك هي الأهم. سارعي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. نحن بشهر أكتوبر الوردي، يعني شهر التوعية لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. لهيك حبينا نحكي اليوم عن هالموضوع نظراً لأهميته الكبيرة بإنقاذ حياة عالم كثيرة. فخليكم معي بحلقة جديدة من برنامج EQ، وأنا الدكتورة شغف فاعل. بداية وبحسب الإحصائيات، سرطان الثدي يعتبر أشع سرطان بيصيب السيدات، وتاني أشع سرطان مسبب للوفيات عندهم بعد سرطان الرئة. هلأ الإصابة فيه بتكون نادرة تحت عمر 25 سنة، بس بتزيد الاحتمالية مع التقدم بالعمر ليصل للذروة بين عمر 50 لـ69 سنة. بس الخبر الحلو إنه زيادة وعي العالم لأهمية المسح المبكر للكشف عن سرطان الثدي خلتنا نحسن نطبق العلاج الشافي عبكير، وبالتالي نسجل نسب وفيات أقل. بالمراحل المتقدمة من سرطان الثدي ممكن تحس المريضة عن طريق الفحص الذاتي بوجود كتلة بالثدي، أو ممكن تلاحظ وجود عقد تحت الأبط أو فوق عظم الترقوة، وممكن تلاحظ تغير بشكل الجلد فوق الكتلة أو تغير بشكل الحلمة أو نزم دم منها. بس بالمراحل المبكرة من المرض ما بيكون فيه للأسف أي أعراض، لا من يلي ذكرناهن ولا غيرهن، وهون حطنا الجمال، لأن بصراحة هالسرطان بيكشف غالباً عن طريق صورة اسمها الماموغرام، وكل ما كشفنا أبكر كل ما كانت نتائج أفضل. مطلوب من كل سيدة فاتت بعمر 20 سنة تلتزم بفحص ذاتي للثدي مرة واحدة بالشهر، ويفضل هالشي يكون باليوم الخامس من الدورة الشهرية للنساء يلي لسه قبل سن الظهر، وما تتحججي أبداً لأنه هالفحص ما رح ياخد من وقتك إلا 5 دقايق بس، ويفضل تعملي مرة بالسنة فحص عند أخصائي. بعرف هالزيارة ما كلنا قادرين نلتزم فيها، بس اللي لازم نلتزم فيه ويلي يعتبر أهم وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي هو إجراء صورة الماموغرام. ليش؟ لأنه بتكشف لنا عن الآفات الصغيرة كتير قبل ما تعمل لنا كتلة واضحة وقبل ما تحس فيها المريضة أو حتى الطبيب. هلأ اختلفت الآراء والتوصيات بخصوص إمتى الوحدة لازم تبلش بصورة المامو وكل إمتى لازم تعملها. حتى ما نتشعب خلونا بالسيف زون ونتفق إن الصورة لازم تنعمل مرة سنوياً وبدءا من عمر 40 سنة. بس النساء يلي عندهم ريسك فاكتورز لازم يبلشوا بعمر أبكر، يعني تقريباً من عمر 35 سنة. وليلي ما بيعرف شو هن عوامل الخطر سجلوا لإلكن. أول وأهم عامل خطر هو العامل الوراثي، لأنه احتمالية حدوث سرطان الثدي عند الشخص رح تزيد بوجود قصة إيجابية بالعيلة لسرطان ثدي أو سرطان مبيض، خصوصي لأقارب الدرجة الأولى وإذا كانت إصابتهم بعمر مبكر. وهون غالباً بيكون له علاقة بوجود طفرات معينة مثل الـ BRCA1 و2 يلي تشخصوا عند الفنانة العالمية أنجلينا جولي، وهالطفرات لهم فحوصات جينية معينة بتكشف لنا وجودهم، لهيك اللي عنده القدرة مهم كتير يعملهم حتى يوجه الطبيب بشكل أبكر كيف يتصرف. ثاني عامل خطر الإصابة بسرطان الثدي هو التعرض طويل للهرمونات الأنثوية، يعني هرمون الأستروجين. يعني مثلا النساء اللي صار عندهم بلوغ مبكر أو سن ضهي متأخر، أو ما أنجبوا أطفال، أو أنجبوا أول طفل بس بعمر متأخر، أو النساء اللي ما عطوا طفلهم من حليبهم، وهي نحن حكيناها بالتفصيل بحلقة أهمية الرضاعة الطبيعية. أما ثالث عوامل الخطر هو إذا تعرضت المرأة بشي مرحلة من حياتها خاصة بفترة البلوغ لكمية كبيرة من الأشعة على جدار الصدر. وكمان في عوامل خطر المشتركة لكل السرطانات يلي لها علاقة باللايف ستايل، مثل التدخين، الكحول، قلة الرياضة أو الحمية الغلط. وكمان في البدانة يلي بتزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي خاصة بعد سن الظهر. فاول للأشخاص اللي مفكرين إنه علاج هالسرطان دائماً وبأي مرحلة هو استئصال كامل للثدي مع علاج كيماوي وشعاعي، مو هيك القصة أبداً، ونحن عاملين حلقة طويلة عريضة عن أهمية الكشف المبكر حتى ما نوصل لهالمرحلة يلي الكل بيخاف منها. رح نحكي عن العلاج بحسب النوع، لأنه في نوعين أساسيين لسرطان الثدي. النوع الأول اسمه إنسايتو، وبالموقع هاد بيكون السرطان عبارة عن آفات صغيرة كتير، وطبعاً مو عاملة لي أعراض، وما فيك تلقطي إلا بالكشف المبكر عن طريق صورة الماموغرام، وعلاجه كتير خفيف وسهل وشافي، لأنه المريضة فيه ما بتكون بحاجة لا علاج كيماوي ولا شعاعي، بتكون بحاجة بس لجراحة بسيطة بيتم فيها استئصال المنطقة المصابة مع الحفاظ على شكل الثدي،
ممكن تندعم الجراحة بأدوية هرمونية إذا كانوا بيناسبوا للمريضة، بس إذا طنشنا وتجاهلنا أهمية الكشف المبكر ممكن للأسف يتحول هالسرطان من إنسايتو ويصير النوع الثاني اللي هو الإنفيزيف، وهون بقى بيصير العلاج بحسب مرحلة الورم، وممكن المريضة تحتاج لاستئصال ثدي كامل بالإضافة لعلاج كيماوي أو شعاعي. ومع نهاية هالحلقة بتمنى نكون أثرنا وزدنا الوعي تجاه أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإذا حدا عنده أي سؤال لا تترددوا كتبوا لي تحت بالتعليقات، وحتى تعم الفائدة أكثر وأكثر عملوا لنا لايك وشير، وكل أكتوبر وأنتم بألف خير.